بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم أجمل تحية في انطلاقات المرموق في صباح هذا اليوم، والخاصة بسن الإذاع ضمن هذا المهرجان وبداية هذا الموسم الرائع، بناء على التوجيهات السامية من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وعلى بركة الله انطلقت هذه اللحظات، انطلاقة أول الأشواط الصباحية في هذا اليوم، معلنة انطلاق أول الأشواط الخاصة بالسن الإذاع في هذا الموسم الرائع، الموسم الرياضي، مشاهدينا الكرام، في الثاني من سبتمبر لعام 2013. وتنطلق دفعة من الأبكار المحليات الأصائل ضمن تمهيدي وإشارة سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، لتنطلق هذه الفعاليات في ثاني أيامها هنا في أرضية ميدان المرموم. بدأت الانطلاقات والتحديات والبداية الآن من خلال تواجد هذه الأسماء، معلنة تحدي وانطلاق على شاشة دبي ريسنج 4 كيلومترات. مشاهدين الكرام، قوة ومنافسات التحدي هنا في هذا اليوم، نتمنى التوفيق لكل الأخوة المتابعين، كما نرحب بكل الأخوة المتابعين هنا في أرضية هذا الميدان وكذلك المتابعين خلف الشاشات. نتابع الآن المركز الأول ونسير بحضراتكم إلى البداية. الشاهينية من تنطلق على صدارة هذا الشوط تعود ملكية العبيد بن علي بن رشيد الاجتبي، بينما في المركز الثاني شعار الرفيسة يتدخل بهذه اللحظات، وهذه الطليلية تعود ملكيته لعبد الله بن خلفان بن علي الرفيسة، يحتل المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء، بينما المركز الثالث من الجانب الآخر هناك تواجد وانطلاق على ثالث المراكز التي تنطلق في هريمة لسيف بن مطر بن خلفان اليابري، من يتواجد ويحتل المركز الثالث. أما المركز الرابع وصلت هنا الغزيل اللي على المركز الرابع، تتابع من خلال تواجد أحمد بن مسري بن سالم بالعرط الحميري. المركز الخامس شعار سعيد بن مطر الرميثي يتقدم على ظهر هملولة. أما المركز السادس فهذه اللحظات الزود واصلة لأحمد بن خليفة بن رشيد السويدي، يأتي ويحتل المركز السادس. المركز السابع مشاهدينا الأعزاء من الجانب الآخر هناك انطلاق المبارك بن بطحان بن قران المنصوري، هذه احتلال من تتواجد على المركز الثامن او المركز السابع. المركز الثامن وصلت الان شهب لمطر بن نصيب بن سعيد الاجتبي يحتل المركز الثامن، بينما المركز التاسع وصول الشاهينية احمد بن محمد بن العود الى الرميثي. والمركز العاشر وصلنا عند الرميثي، سعيد بن مطر الرميثي قدم الان من خلال هذه اللحظة تملولة. هذه النتيجة للمراكز الأولى المتقدمة مشاهدينا الأعزاء، أول الأشواط الصباحية من خلال افتتاح سن الإذاعة مشاهدينا الأعزاء، والأربعة كيلومترات اللي تتنافس من خلال هذه الأسماء. نعود إلى المراكز الأولى، نعود إلى صدارة الشوط والتحدي الأول الذي يسير في انطلاقة هذا اليوم. الله، الرفيس الآن انطلق مع الطليلية، سار مع الطليلية هنا في هذه اللحظات عبد الله بن خلفان الرفيسة. مشاهدينا الكرام، من يحتل المركز الأول بتقدم الرفيسة، لكن الشاهينية العبيد بن علي بن سلطان بن رشيد في ثاني المراكز في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث وصلت احتلال لمبارك بن قران بن بطحان المنصوري، أو مبارك بن بطحان بن قران المنصوري كذلك يتواجد في انطلاقة هذا الشوط. لكن وين على المقدمة الفنانة؟ نشوف الآن الزود احتلت المركز الرابع لأحمد بن خليفة بن رشيد السويدي، يأتي واحتل المركز الرابع، لكن شهب هنا متواجدة، شهب مشاهد
مدينة الأعزاء من ذهب، وهذه شوب لمطر بالنصيب الاجتبي في المركز الخامس، لكن أشوف المركز السادس وصل بالعود الرميثي الآن في هذه اللحظات، أحمد بن محمد بالعود الرميثي وقدم الشاهينية، وهناك لحميدي بن سالم العمري الله يا مساندة وصلت الآن في هذه اللحظات مساندة بينما هملولة في المركز السادس، هناك في هذه اللحظات سعيد بن مطر الرميثي، هذه الأسماء بدأت الآن مشاهدين الكرام تتدخل، والكيل الأخير الأسماء العملاقة الأسماء الرنانة هي اللي الآن وصلت في تنافس هذه اللحظات في تنافس هذه الساعات، ولكن نشوف مساندة واصلة والشاهينية لا زالت في مقدمة الشوط، لكن مساندة لحميدي بن سالم العمري الله يدنمو، بدأت الآن الانطلاقة بدأت التحديات والشاهينية واصلة الشاهينية واصلة عبيد من علي بن سلطان بن رشيد والزود الزود الله الله الله، مساندة في مقدمة الشوط مساندة مساندة نشوف هل تحتاج لمساندة، لكن المركز الثاني الشاهينية الشاهينية هناك عبيد بن سلطان بن رشيد، ولكن المركز الثالث من ياتي الان مع الزود مع الشهب شهب وسعيد بن نصيب الاجتبي يحتل المركز الثالث او مطر بن نصيب الاجتبي، الله الشاهينية مسيطرة الشاهينية والزود مساندة 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 انطلقت الآن لحميدي بن سالم العمري في أول الأشواط الصباحية، جود مورنينج أهالي السلطنة مع تقدم مساندة مع محوت محوت محوت، هذه مساندة حميدي بن سالم العمري، أسعد الله صباحك أسعد الله صباحك من انطلاقة الصباح هنا مع مساندة، تهانينا والناموس لحميدي بن سالم العمري على فوز مساندة المركز الأول تحمل رقم واحد في شوطنا الأول، المركز الثاني هناك شاهينية عبيد بن علي بن سلطان بن رشيد، المركز الثالث شهب لمطر بن نصيب الاجتبي، والمركز الرابع الرفيسة يتواجد عبد الله بن خلفان الرفيسة، بينما الخامس الزود اللي وصلت فيه لأحمد بن خليفة بن رشيد السويدي، مشاهدينا الكرام كانت هذه النتيجة من خلال تحدي هذه الأسماء، لكن في اللحظات الأخيرة بالفعل كانت مساندة هي سيدة الموقف لتحتل المركز الأول عن جدارة بتوقيت زمني مقياس، مشاهدينا الكرام من خلال هذه اللحظات في الإعادة بست دقائق و11 ثانية وثلاثة أجزاء وجزئين من الثانية، تهانينا والناموس لحميدي بن سالم العمري في أولى الانطلاقات الصباحية من هذا اليوم في سن الإذاعة، بينما صاحبة المركز الثاني كانت الشاهينية متواجدة لعبيد بن سلطان بن رشيد يحتل وعبيد بن علي بن رشيد يحتل المركز الثاني بست دقائق 12 ثانية وفاء وتماما وكمالا، أما صاحبة المركز الثالث كانت مشاهدينا الكرام شهب بتوقيت زمني 6 دقائق 12 ثانية و6 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لمطر بن نصيب بن سعيد الاجتبي على هذا الفوز وهذا الانتصار، كانت هذه النتيجة أيها الحبل الكريم لشوطنا الأول، بينما تعلن اللجنة المنظمة عن انطلاق ثاني الأشواط الصباحية في هذا اليوم، وهذه لحظات انطلاقة شوط المهجنات الأصائل الذي من خلاله انطلقت أسماء أخرى